سيد الرئيس والرئيس والرضي والرضي والرضي. راه هذا برلمان ماشي سوق، احترم القانون، احترم القانون، ما احترمتيش القانون. تديروا واحد الحمله وكتجمعوهم من البيوت اللي، ولكن هما هذوك التقنيات راه شافوا المارشي اللي ديال فرنسا ديال السلومات اللي تعطى بالمايا المايا المايا قلنا ليه الخيا بالماطا بالمرسى اللي غادي تكون اكبر مرسى افريقيه، وغادي يجيو المستثمرون هما اللي غادي يجيو. اضافه الى المآثر التاريخيه والفولكلوريا الشعبيه المتنوعه بلوحات متنوعه ثقافيه ووحدات والواحات وين مذكور ببركها المائي الساحر ومغارة واد بن المغاير وواد ألو معرفين والغلات الفلاحية وجرأتهم ومبادرتهم ومبادرتهم الشجاعة والغلات الفلاحية وجرأتهم ومبادرتهم ومبادرتهم الشجاعة والمشتغلين في حقله سواء. ألو شكرا سيد الرئيس. لاحظوا بأنه الناس اللي ماتوا هذه 100 سنة إلى فاقوا غادي يلقاو 4 المستشفيات اللي خلاو هما اللي بقاو. مستشفى الأنطاكي باقي هو معفن بنو زهر معفن بنو طفيل معفن مكرفص. السيدة التانية جدا حدا غير بدو دار الراجل تيقول لك ولدها تلير فاسمو بحال نشا صاحب الدس يا فينا وزارة الصحة. ماشي شغلك سيد الرئيس، ماشي شغلك، ماشي شغلك، هذه الفوضى انا الحكومة، هذه الحكومة. السيد الرئيس ماشي شغلك، خلوني نتكلم ولا لا؟ تفضل عليك ولا كان شي وزير عنده شي شيك ارجوك ارجوك من الملك وما نخرجش في النقاش الثنائي الله يخليك. مع الوكيل الملك كثر على قد كلامك سير وقت تخدم مع الوكيل. لا توجد اي وثيقه، الا كان شي حاجه سير عند الوكيل الملك، سير سيدي خدم مع الوكيل الملك، سير سيدي خدم. كانه في المغرب ما عندناش هذه الظاهره نهائيا ديال الاستغلال الجنسي للاطفال، المغاربه لا يقومون ابدا بالاستغلال الجنسي. سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي الله يخليكم سمحوا لي. يكون البرلمان غدا ونجيو رفعوا الصوت والسب والشتم والكلام بدون مسؤوليه، يعني هذه الطريقه ديال الديمقراطيه راه ما كاينه في حتى شي بلاد. الله يخليك ما تدخلش خرج ولكن اجلس. شكرا السيد الوزير المحترم على الايضاحات اللي هي من طبيعه الحال هي مغلوطة بجميع المقاييس. يبقى لأنه لا يمكن أن نستمر في هذه الظروف، لا يمكن أن نستمر في هذا الجو الغير الملائم.